تلقت خروج الإسعافات كل من الوحدة الثانوية لدائرة حامة بوزيان مدعمة بالوحدة الثانوية لوسط المدينة قسنطينة من أجل انهيار تربة على عاملين خلال أشغال عملية توسيعة الطريق الوطني 27 منطقة المخوض بلدية حامة بوزيان. تم انتشال الضحايا من جنس ذكر تراوح أعمارهم 48 سنة. تم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية، وبالتنسيق مع مصالح الطريق الوطني تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث المستشفى الجامعي قسنطينة. تم تسخير لهذه العملية 3 سيارات إسعاف وشاحنتين.